لو الحكاية فيها إن فيتو. إيه المشكلة يا أستاذ صالح؟ المشكلة عاوز أتعالج. عاوز أعيش. وده حقك، حقك كمواطن. فين حقي كمواطن؟ كنت مش لاقي الطبيب. مش لاقي الطبيب. فين النهاردة أنا راجل على المعاش. مرتبي 1046 جنيه. والعلاج الشهري بتاعي. العلاج الشهري كلفني 1000 جنيه. وفي أسرة طبعا، وفي التزامات، وفي التزامات دراسة وفي أولاد مشتغلوش، في كتير في كتير. ومن هنا من الثمانينات أنا عاصرت جنوب سيناء سنة 83 وشاركت في جميع الكوارث اللي لمت على جنوب سيناء، لأن أنا كنت رئيس قطاع الشباب بالهلال الأحمر. حضرتها وحصل قدامي. ما تبقاش دي نهايتي. ابني كان في الهلال الأحمر كبير وتوفى. ربنا يرحمه. ربنا يرحمه. خد بكالوريوس حاسب آلي السنة اللي خد فيها بكالوريوس توفى، وللأسف ما كانش له تأمين. عالجته كله على حسابي، تحاليل وإشاعات. صرفت عليه مش عاوز أقول لك مبالغ قد إيه. تمام حضرتك. بعت كل شيء أملكه. النهارده ما حلتيش حاجة. عاوز أمشي وأعيش، ما أقعدش قاعد كده. يعني هي الحادثة الأولى اللي حصلت لك يا صالح اللي هي بدر بالساق الايمن، البتر بالرجل اليمنى، وبرضه شاء القدر يعني اللهم الاعتراض ان في حادثه تاني. ايوه حصلت لي كسر بالفخذ، كسر بالفخذ الايسر. عملت شريحه في شريحه في شرم الشيخ. وبعد 4 شهور ونص قالوا لي الشريحه ما مسكتش. دي مسؤوليه مين ان الشريحه ما مسكتش؟ كل شهر بعمل متابعه ومعايا الاشاعات واللي تقول الكلام ده. تمام. وناس كتير قالت لي العمليه دي غلط، كان لازم العظم يلم شويه، لم شويه العظم سوين. يعني خلال 4 شهور ونص ما حصلش جديد، ما حصلش جديد، الحال كما هو عليه. بقى في اسوء بقى، ان في ميكروب او في التهاب. يعني هي حجتهم من عدم التئام الجرح ان في ميكروب او التهاب. تمام. لكن اصلا العمليه من الاصل فيها حاجه، فيها غلط، فيها حاجه. طيب الموقف ايه دلوقتي الصالح؟ الموقف ولا حاجه، كله بيقول لك تعالى بعد 15 يوم، وبعد 15 يوم هتروح ما تلاقيش الدكتور، هتلاقي دكتور تاني. الدكتور التاني لسه يبدا يحدد لك ويبدا يعمل لك. طب انا القعده بالنسبه لي غلط. القعده طبعا غلط. الله يكون في عونك. الله يكون في عونك. الله يكون في عونك. انا دلوقتي كل حاجاتي بقضيها وانا في السرير. كل حاجاتي بقضيها وانا في السرير. طيب المطلوب ايه يا صالح؟ يعني انت بتوجه ندائك او بوجه ندائي للسيد الفريق السيسي ان يتولى علاجي في احدى المستشفيات العسكريه، وهو الراجل قلبه كبير، وان شاء الله ان شاء الله يستجيب. انا طالب سفر بره ولا طالب فلوس، طالب علاجي في احدى المستشفيات العسكريه المتخصصه. ان شاء الله نوصل صوتك ان شاء الله للفريق السيسي باذن الله يا رب. شكرا فيك.